اليوم انا كنرفع التظلم ديالي والحيف اللي تعرضت له من السيده الرئيسه قسم الشؤون الاقتصاديه بتحقير مقرر قضائي. عندي حكم. واش هاد السيده الرئيسه هي اقوى من حكم باسم جلاله الملك؟ رماتو ما اعترفاتش وقال لك احنا لا تلزمنا الاحكام القضائيه، لا تلزمنا. كنت فاجئ بان كنجي لهنايا لمكتب الاستثمار تي اليوم غدا غدا اليوم غدا اليوم، قال لك لا حتى يشوفوا السيد اللي غادي يكري له واللي غادي. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسوله الكريم. كنشكر هذا المنبر الصحفي على المؤازره ديالو لينا. اليوم انا كنرفع التظلم ديالي والحيف اللي تعرضت له من السيده الرئيسه قسم الشؤون الاقتصاديه بتحقير مقرر قضائي. عندي حكم باسم جلاله الملك كيقضي ليا في التعليل ديالو باستمراريه العقد وكيرفض الطلب للسيده صاحبه المأذونيه. كنرفع التظلم ديالي للسيد عامل عماله مكناس السي الصبار الله يجازيه بخير، لانه واحد الشخص اللي كان يعني ايجابي معنا في القطاع وكيولي هذا الشق الاجتماعي واحد يعني ولايه خاصه. وانا بغيت نوصل من هذا المنبر ديالكم الحاله ديالي السي الصبار الله يجازيه بخير باش ينصفني، لان هاد السيده عطات رمات هذا الحكم القضائي عرض الحائط وعطات لمولات المأذونيه تبرم عقد نموذجي مع شخص اخر، تبرم العقد النموذجي. انا تفاجات يوم الثلاثاء في العشيه تنتفاجئ بانه المأذونيه راه تكتبات لواحد الشخص اخر. فالمغزى من هذا التصريح هذا هو اننا حنا الحمد لله تنشكروا السيد العامل وتنشكروا السيد محمد بارك على التجاوب ديالو، وانه دائما في الاجتماعات كان كيلح عليها بالتريوت وكان كيقول السيد محمد بارك بان الملف ديالي راه مختلف لانني عندي حكم قضائي. فاحنا بغينا نعرفوا واش هاد السيده الرئيسه هي اقوى من حكم باسم جلاله الملك. اذا كانت هي اقوى من حكم باسم جلاله الملك نعرفوا هاد الناس هاد الهيئات وهاد القضاء علاش كنمشيو له؟ منين غادي هاد السيده هادي غتضرب عرض الحائط هاد الاحكام؟ لماذا نمشيو حنا ونضيعوا واحد العدد ديال الفلوس وديال المصاريف والقضاء ينصفنا وهي هاد الحكم هذا رماتو ما اعترفاتش وقال لك احنا لا تلزمنا الاحكام القضائيه، لا تلزمنا. فهاد الشيء اللي بغيت انا يوصل للسي السيد عامل عماله مكناس الله يجازيكم بخير. شكرا. السلام عليكم. جينا الان باش نتضامنوا مع الاخ هشام عدي في هذا المشكل او هذا الاعتصام اللي كيقوم به. والدور ديالنا كهيئه مغربيه اصلاح اجتماعي هو التدخل في مثل هذه المواقف هذو. حسب ما زودنا السي هشام بالمعطيات على ان عنده حكم قضائي استنافي واجب النفاذ، وبالتالي فهاد الاحكام القضائيه لا ماشي هي عرضه الانتقائيه او الاختيار او المزاجيه لاي مسؤول كما بغى يكون نوعه، انما هي واجبه التنفيذ. وبالتالي هنايا كنتفاجئوا على اي اساس هاد المسؤوله السيده الرئيسه ديال القسم اعطات التفويض العقد برم او ابرام عقد مختلف، على اعتبار ان لو كنا نقدروا نتجاوزوا مجازا لو كانت هي اللي غتستغله. ولكن كيف تغير من مستغل مستغل اخر شر؟ معلوم ان المستغل الاول سي هشام عدي كان ملتزما معه في جميع مراحل العقد من 2007 الى الان بواجبات الاشتراك بواجبات الكراء، وبالتالي ما عندها شي سبب موضوعي سبب مقنع انها تغير العقد الا اذا كان شي جهات اخرى تتدخل بطريقه غير مباشره بطريقه تدليسيه. والمساله هذه مرفوضه جمله وتفصيلا. هذا هو السبب ديالنا الحضور تضامن مع الاخ هشام عدي، طالب السيدة الرئيسة بتطبيق أحكام القضائية لأنها واجبة النفاذ على الجميع، لا أحد فوق القانون كائنا من كان ومن وكيف كان منصبه. وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم اليزيدي مراد، مستغل مأذونية 829 ديال واحد من ذوي الاحتياجات الخاصة. المشكل اللي عندي أنايا هو أن السيد ما عندوش بطاقة التعريف الوطنية وما عنديش كندير باش نبلغو بالفلوس. كنت كندفع في البوسطه وعندي ما يفيد، عندي وثائق ديالي، عندي مسائل ديالي، كترجع لي الفلوس. الفلوس هي عندي بخير وعلى خير، ما كان حتى شي مشكل. النهار اللي طالب جات واحد الجمعيه كطالب بانه خصو الفلوس وما خصو الفلوس، قلت لهم انا عطوني غير ما يفيد والفلوس فليساتهم موجودين. المهم وصلنا عند السيده الرئيسه وداك الشيء، قالت لي ودي ديك الفلوس اللي غتعطي خليها تريت شويه على ما نشوفوا كيفاش نديروا معاه.
ربما نشوفوا شي سكان ولا شي واحد غيتكلف به ونصوبوا بطاقه التعريف الوطنيه ديالو وغادي يجيب الله التيسير. وبقينا هكاك اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا ما كاين والو. مشيت انا دفعت الفلوسات ديالو في المحكمه والوثائق ديالي راه عندي كاملين. ودابا تقريبا هذه راه انا شهرين وانا متوقف، ومع ذلك على ان النقابه الوطنيه الاتحاد المغربي للشغل مشكوره من هذا المنبر داروا اجتماع مع السيد عامل عماله مكناس السيد الصبار مشكور من هذا المنبر حتى هو الله يجازيه بخير. قال له ودي هذا السيد هذا يحط فليساتو يؤدي له الواجبات ديالو وصافي ومشي يخدم على ولادو. كان تفاجئ بان كنجي لهنايا لمكتب الاستثمار اليوم غدا غدا اليوم غدا اليوم قال لا حتى يشوفوا السيد اللي غادي يكري له واللي غادي يتكلف به واللي غادي يدير هذه. وبقيت دابا انا موقف ودابا راني عاطل على العمل، لا عيد لا دواء لا. نقدر نفهم من كلامك سيدي ان المسؤول ييسر والموظفين يعسرون؟ المسؤول ييسر وهو قال لهم هكا بالحرف، قال لهم السيد العامل الله يجازيه بخير ومشكور من هذا المنبر هذا كنشكره وكنزيد نشكره وهي بصدنا المسطره وقال لك يخلص له المسائل ديالو ويمشي يخدم الله يسهل عليه. نعم راه كانت مع اصطدمتم امر الواقع. جينا لمكتب الاستثمار لا مازال ما جاناش مع السيد العامل، لا مازال ما كاين والو، لا حتى نديروا له حتى يكري حتى هذه هذه. وبقاو مريتين هما ما خلونيش ندفع انا الفلوس في المحكمه. في الاخر قال لك سير دفع الفلوس في المحكمه. هذه اللي سمعت انا من السيد العامل قال له ماشي يحط له فليساتو في المحكمه. مجرد ما سمعت انا غدلينا مشيت حطيت له فليساتو في المحكمه. مشيت حطيت له فليساتو في المحكمه كل شيء كاع حتى هذا الشهر خمسه اللي ما خدمتوش راني مخلصه راه خالص. الرساله ديالك الاخيره اللي تبغي توجه للسيد عامل عماله مكناس؟ كنطلبهم السيد العامل الله يجازيه بخير ويطول عمره يشوف فينا لله وصافي. السيد اللي كاين المتابعين الاعزاء كيف كتشوفوا هما هاد الناس هادو تيتهموا واحد السيده خدامه في هاد المصلحه بانها تستغل النفوذ او السلطه ديالها. اذا حنا اكيد حنا طرف محايد ويبقى حق الرد مكفول للجميع. ننتظر ان يفتح تحقيق في هذا الموضوع ان شاء الله باذن الله، ونتمنى تدخل السيد عامل عماله مكناس. اذا كان معكم ربيع دحاني.